ما حكم صيام شهر رمضان؟ الحمد لله أسلم ماله. نعم واجب ركن من أركان الإسلام. ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتاب والسنة وإجماعكم. يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنت وما هو معلوم من الدين بالضرورة. فهذا نسأل الله السلامة والعافية يرفض إلا إذا كان حد العهد بالإسلام لا يعلم يعلم إن رجع تركنا وإن أصر هذا كفر أكبر لأنه كيف ينكر الصيام. نعم هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام لا يصح. طيب ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم تقول الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام. تتق الله تخاف من الله. نعم هذا حكمة من الحكم. غير ما الحكمة؟ نعم تعويد النفس على الصبر. تعويد النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان والشيطان عصمه. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر على معصية الله يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أقدار الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا. فهذا أمر كتب الله عليك. ما هي تسمع؟ تصبر ولا قدر. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم الشعور والإحساس بأخي المسلم الذي لا يجد قوة يقول الإحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة تشعر بما عليه الفقير تمر عليه الساعات الطوال ولا يجد شيء لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم فتح الله. هذا الثالث من يذكر له كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله ما لذ وراء، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الخامس ضبط النفس. أنت عبد، العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. هذه العبودية فيها عزة ويفعلك. أما هذا الذي يقول أنا حر، كل من يقول أنه حر هو في الحقيقة والله عبد للشيطان. صحيح؟ عبد للهوى والشيطان. هذا يقول تقول يا منصور قال أنا حر. حر تعبد للشيطان. أنت محارب لرب العالمين. هاي حرية والله هذا عبد للشيطان. أطعمنا طاع الشيطان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره قد أذلنا الله. إذا الحكمة الخامسة اترك الفاعل. احنا نريد نتكلم في جانب الشريعة، الشريعة كلها خير. طيب إذا الأمور الخامسة من يعيدها علي؟ الحكمة من الصيام التقوى، تهذيب النفس، تهذيب النفس، التعويل على الصبر وعلى الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله. الحسب
الإساس بحال الفقراء والتصدر عليه. التفرغ لعبادة الله وحده لا شريك له. شكر النعم. والرابع أنك عبد ليس لك اعتراض. تقول صيام رمضان تقول أصوم. تصلي الفجر ركعتين تصلي. تقوم الفجر وتقوم الظهر تقول أنا عبد. ليس لي أقول سمعا سمعنا الله. طيب.